والله ربنا الاعلى، الواجب معمول مع الكل وانت عارف ومتاكد من كده. والله العظيم فرخ، والله فرخ فرخ ما شاء الله عليه. البط ما عنديش الا مولر ب 14 ومسكوف بلدي بلدي بيور الماني ب 10 جنيه. البطه دي بتكبر في شهرين. السمان 3 جنيه في 66. ده ها؟ ده على كام؟ ايوه ده عشان انت رايح بعيد. نعم. 300؟ ماشي هات يلا. ما انا بقول 300. ماشي هو تاني. اه. ايوه. معلش بقى قال له هو البص الاول. خد يا حاج اديله الاستاذ ده. خد. اديله الفلوس دوت منه الفلوس. ادي اسماعيل 50 كمان يبقى كده انت اديت 150. 50 كمان للاستاذ ده اهو. ها؟ هيجيبها لك اهو. الكتكوت الابيض ب 10 جنيه. اتاكد من البتاع، اتاكد من البتاع كده عشان اعرف نعمل البث. قول يا سام. نعم. ولا جنيه ولا واحد. يا جماعه الموضوع الاتصال دي ها؟ 3 وربع. 3 وربع. عديني كده. اديله حسابهم. اديله حسابهم. السمان يا جماعه السمان ب 3 جنيه. سمان ب 3 جنيه اهو. كده باين ولا ما هوش باين؟ سمان اهو ان شاء الله ب 3 جنيه. سمان اهو قاعده دايما موجوده. سمان ب 3 جنيه. هو انت هتيجي بكره ولا ايه؟ لا مش جاي. لا هو لا يعني الغيها بقى. قول له ماليش جاي. قول له ماليش جاي والله. مش قادر تكون معايا؟ ماشي قادر. اللي هي ابو خالد وراه فرح وده وراه فرح واللي هيقابلني مين؟ اللي هيشتغل السمنة يا جماعة معمول عليه النهاردة تخفيض والله ب 3 جنيه. 3 جنيه. اه. ماشي. يلا يا حمدي، يلا يا حمدي عشان تمشي. يا جماعة. الناس يا جماعه بالنبي لو سمحتوا ما ينفعش معايا بصار، لان انتوا عارفين ان احنا بنبيع اسعارنا من الاخر، ولا ينفع معانا ان احنا نقعد نفر في الحاجه وننقي في الحاجه. انا بجيب الحاجه على بعضها وببيعها على بعضها، ما ينفعش انقي لحد واسيب حد. نعم. طيب اهي لسه بنقول في صال وحكايه، وتقول لي البطه بقول لها ب 15 ونص، تقول لي 10 بطات اطلعك على البث. والله يا 15 ونص. ها؟ السمان عمر كام يوم؟ عمر 12 يوم. ال 10 في 14 بكام؟ مفيش 14 حرام عليكي يا راجل. 115 ماشي 150 40 هبعت لك 110 مع الدكتور مع القصر. هات لي بقى التحصيل. طب اديلهم يلا الكيس اهو. الكيس ده ب 20 جنيه. ب 20 بالسمان لزياده الوزن والحاجات دي. اه. ب 20؟ اه. السمان عمر كمان 12 يوم. عندك ضيوف فيومي. ماشي موجود. خد يا حمدي. كده 150 ماشي. ماشي هو بيقول لك عايز تزود 10. ماشي زود 10 هات 32 جنيه وايدهم برضه. 32 جنيه محمود هتقول 10 وايدهم. وانت ما يتفرقش. ها؟ خليك معايا يا ابو خالد شويه بقى. السمان في اي ورقه؟ ها؟ السمان في اي ورقه قديمه انا خد. يا حمدي محمود الفراخ البيضه ب 10 جنيه. يا حمدي لا حول ولا قوه الا بالله. يا حمدي اطرش. معاه معاها يا حمدي نفسي معاه.
هات من هتجيب 110 وانت جاي. 130 جنيه وانت جاي. نعم. هات يا سامح مني. ايت يا ابن السمان يا عم اهو. ها ربع معلقه شاي على لتر الميه. ربع معلقه. ربع معلقه شاي على لتر الميه بس. ده ما شاء الله حلو قوي 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 لزياده الوزن. ده ب 20 و 110 يبقى 100 وكام؟ 130 جنيه. تبعتهم مع التوك يا حمدي. خلاص 130 جنيه. جبت لها ال 10 متكوفي. ما اسمعني جاي سخن علينا النهارده. يا عم عايز امشي بالله عليك. شباب بقى مش متاخر جدا. جنب ده. نعم. لا نجي لك من تحت. نجي لك فاهم من تحت. ماشي هيجي لك اهو. يلا يا عم روح للسمان انت يا عم. يا شوية حياد. روح يا عم. تكتب ايه؟ ما قالوش. لا ما جانيش السم. الفلوس بتاعتهم ما جاتنيش. لا اروح البشعة بقى وكده ونشوف. لا عدك ايه؟ كده ما فيش الا ال 160 اللي فوق. بتبيع سمان من بره؟ ايوه يا ايوه. بس دقيقتين بس. دقيقتين هاجي لك. الو السلام عليكم. بركات. ايوه موجود. الو عمر 12 يوم عامل 3 جنيه. لا ك 66 ب 200 مش بيصال. شوف يا جدعان. ها ما هي بتجيبها لك. يقول لك اديني البتاع ب 10 جنيه. اي والله ده حاجه سبحان الله يا جدعان والله. شوف يا جدعان والله تعبنا عصابنا فعلا. 66 سمانه وريشه. لا مش عارف ليه يا جدعان. ليه موضوع الفصال ده؟ ليه موضوع الفصال ده؟ انا مش عارف والله. نعم. واحد بقول له لا 66 سمانه تقول لي اديني 70. 130 جنيه. لو ناقص جنيه من 130 حاليا. والسمان بره. ها. عايز اتصل عليا طلب اللي هو 48. طب خلاص ماشي. الوقت ما السمان هيقعد اهو. هندخل الوقت ده. ثانية واحدة. خد يا ابني كده التليفون ده. خد يا استاذ التليفون ده. صور ايه؟ صور ايه؟ صور بس ماشي قوي يعني. والله انا عايز اشوفها. انا عايز اعرف.
حد عاوز يعرف الاسعار وانا اقول خلاص تعالى كده بره عندك كده بره بس ما خلاص. لا والله يا عم حرام على الله والله ما ينفع يا خمسة يعني رميت الكلاب برا ايه صورني كده بقى تصورني ما صورتك لسه فكر يعني ولا تعال هنا عم بكره حبة مشارة والنبي خلاها تحط لنا حبة